Welcome my students. Time for English. Grade 4. First term. Unit 1. At the pet shop. At the pet shop. في محل الحيوانات الأليفة. في محل الحيوانات الأليفة. At the pet shop. Lesson 1. Conversation time. وقت المحادثة conversation time. Listen and repeat. استمع وكرر. Listen and repeat. A. What's wrong? What's wrong? I can't find my mom. I can't find my mom. هنا عندي what's wrong يعني ماذا بك أو مما تشكو. شايف الطفل هنا بيعيط بيقول what's wrong مما تشكو أو ماذا بك. فالولد رد وقال ايه؟ I can't find my mom. انا لا استطيع ان اجد امي. فهنا الضابط قال له what does she look like. What does she look like يعني ماذا تشبه. ماذا تشبه. She's tall and thin. ابتدى الولد يوصف له البنت قالت له oh. she is tall and thin. هي يعني طويلة ورفيعة. She's tall and thin. بتكمل وصف مامتها بتقول she is wearing a red dress. She is wearing a red dress. يعني هي ترتدي فستان أحمر. هنا الضابط بيقول له is that your mom? Is that your mom? بيشاور هو على بعيدة هو على مسافة بعيدة بيقول له is that your mom? Yes. There she is. البنت بتقول له yes there she is. يعني thanks. نعم هي هي. thanks. شكرا. فالولد جرى على مامته قال ايه؟ مام. Let's read the conversation again. What's wrong? What's wrong? I can't find my mom. I can't find my mom. What does she look like? She is tall and thin. She is tall and thin. She's wearing a red dress. She's wearing a red dress. Is that your mom? Yes, there she is. Thanks. Mom. Mom. New vocabulary. هناخد دلوقتي الكلمات الجديدة. Tall. Tall. It means طويل. Wrong. Wrong. It means خطأ. Thin. Thin. رفيع. Look like يبدو أو يشبه. Look like يبدو أو يشبه. Wear. يرتدي. Wear. يرتدي. Pass. يعبر. Pass. يعبر. Language notes. هنا الملاحظات اللغوية. What's wrong? What's wrong? قلنا معناها ما الخطأ أو ماذا بك. ماذا بك أو مما تشكو. هنا لما يجيب لي سؤال زي دوا What's wrong? الأنصر بتاعتي تكون I can't find my mom. معناها أنا لا أستطيع أن أجد أمي. أمي. I can't find my mom. طبعا إحنا عارفين إن كان يعني يستطيع. كانت. لا أستطيع. بيجي بعديهم قال لي كان وكانت بيجي وراهم الفيرب إنفينيتيف يعني الفعل في المصدر بعد كان أو كانت الفيرب إنفينيتيف. بدون أي إضافات. For example I can't find my mom. عندي هنا كانت وراها جاي الفيرب. find بدون اي اضافه يبقى كانت وراها الفيرب بدون اي اضافه يعني فيرب انفينيتيف فعل مصدر. look like يبدو او يشبه. what does he look like يعني ماذا هو يبدو. ماذا هو يبدو او ماذا يشبه. look at this picture. هنبص للصوره دي. what can you see شكله ايه او what does he look like كيف يبدو. ايوه الاجابه بتاعتي بهي از لما اوصف حد لازم فيرب تو بي هي وبعد كده فيرب تو بي. تمام عندي هي از ليه كتبت از عشان انا هوصف
طيب هي از ايه؟ انا شايفه ايه في الصوره؟ ها لوك ات ذيس بيكتشر. هي از فات اند شورت. يبقى هي از فات اند شورت، يعني هو تخين وقصير. طيب لوك ات ذيس بيكتشر، وات داز هي لوك لايك؟ هقول ماذا يبدو؟ تول اند سين، هي از تول اند سين، هو يكون طويل اند ورفيع. What does he look like? He is wearing a blue shirt. Look at this picture. أنا شايفة في الصورة لابس إيه؟ هو يرتدي قميص أزرق. أنا ممكن أجاوب أقول إيه تاني؟ ها؟ He is wearing a blue shirt. اللي هو لابسه. طيب هوصف اللي هو لابسه إزاي؟ هقول he is wearing. Wearing يعني يرتدي. هو يرتدي a blue shirt. قميص أزرق. Number four عندي tall and long. Tall and long. الاثنين معناهم طويل. تعالى نعرف difference. What's the difference between tall and long? قال لي for example she is tall. لو انا هوصف البنت انها طويلة هقول she is tall. يبقى هنا لما بوصف الاشخاص بقول she is tall. The tree is tall. الشجرة تكون طويلة. The tree is tall، الشجرة بتكون طويلة، يبقى أنا هوصف الأشخاص أو هوصف الأشجار هوصفها بالصفة tall، هوصفها بالصفة tall. Number two، she has long hair، بص كده، she has long hair، أنا جبت هنا بقى مش طول، جايباها إيه؟ long. long، يبقى هنا long بستخدمها لوصف إيه؟ الشعر، لوصف الشعر، هنا معناها إن she has long hair، هي عندها شعر طويل. طويل. يبقى عندي long hair بوصف long للشعر، بستخدمها لوصف الشعر. ايه تاني بستخدمه؟ بستخدم معاه الصفه long. river. the river is long، يعني النهر بيكون طويل. طويل. the river is long، النهر يكون طويل. يبقى هنا عندي tall مع الاشخاص. person and tree. persons and trees، الاشجار والاشخاص. اما عندي هنا long مع hair وriver. giving instructions، اعطاء تعليمات. verb infinitive plus thing، هنا for example pass the pizza، يعني هنا ناولني او مرر علينا البيتزا. هنا pass في ال infinitive، يبقى انا لما ابدا ب verb على طول من غير subject ببدا ب infinitive، ده عباره عن ايه؟ instruction، تعليم. تعليم خلاص، او اوردر. طيب لما ادي اوردر نيجاتيف نفي بنفي بدونت بلس فيرب انفينيتيف. دونت بلس فيرب انفينيتيف، لو انا هدي امر نيجاتيف. فور اكزامبل دونت اوبن ذا ويندو. دونت اوبن ذا ويندو معناها لا تفتح الشباك، معناها لا تفتح الشباك او النافذه. ليسون 2 وورد تايم، يعني وقت الكلمات. كيتن، قطة صغيرة. كيتن، قطة صغيرة. بابي، كلب صغير. بابي، كلب صغير. رابت، أرنب. رابت، أرنب. كناري، عصفور الكناريا. كناري، عصفور الكناريا. فيش، سمكة. فيش، سمكة. تيرتل، سلحفاة. تيرتل، سلحفاة. ليزرد، سحلية. ليزرد، سحلية. باروت، ببغاء. باروت، ببغاء. كيتن، كيتن. بابي، بابي. رابت، رابت. كنري، كنري. فيش، فيش. تيرتل، تيرتل. ليزارد، ليزارد. باروت، باروت. language notes، ملاحظات لغوية. number one this، هنا this بستخدمها امتى؟ قال لي لما استخدمها لما بكون بشاور على حاجة تكون مفرد قريب، يبقى this تستخدم للمفرد القريب. Look at this picture. اسم إشارة للمفرد القريب. بستخدمها كاسم إشارة للمفرد القريب. بص كده معايا. Look at this picture. أنت شايف إيه في الصورة؟ ها؟ السهم بيشاور على قطة والسهم قريب من إيه؟ من قطة. من صورة الكيتن. This is a kitten. أنا عايزة أعمل examples. تعالى نشوف كده examples. هبدأ بزيس. قال لي ليه؟ عشان هو ده مفرد قريب. بعد زيس قال لي بيجي verb to be is. بعد زيس بيجي verb to be إيه؟ is. يبقى هنا this معاها verb to be ايه؟ is. is وبستخدمها للمفرد القريب. this is a، حطيتها
عشان هنا هعمل ايه؟ ده singular noun. singular لازم احط ايه؟ اداه النكره. خلاص يبقى this is a kitten يعني هذه تكون وبادئ بكونسنت ساوند كمان كلمه كيتن بادئه بكونسنت ساوند عشان كده حطيت ايه؟ كونسنت ساوند الصوت الساكن بنحط له ايه؟ عندي نمبر 2 ذات. ذات للمفرد البعيد اسم اشاره للمفرد البعيد هنا السهم اهو بعيد عن صوره الايه؟ الكلب البابي. يبقى هنا انا عايز اعمل جمله على صوره البابي وانا بشاور على الكلب من بعيد. تعالى فور اكزامبل That is a puppy. That is a puppy. That is a puppy. عندي هنا that. بعديها بيجي verb to be is عشان اللي هنا الاسم مفرد singular. A puppy. هنا الساوند بتاعي يبقى consonant. Sound puppy. Consonant sound. حطيت A. يبقى that is a puppy. تمام؟ يبقى هنا this و that بشاور عليهم للمفرد. بس ايه الفرق؟ قال لي this للمفرد القريب و that للمفرد البعيد. وبيجي وراهم فيرب تو بي از. طيب لو جالي هنا كويستشن زي واتس ذيس؟ واتس ذيس اجاوب عليه ازاي؟ ها بشيل وات والكويستشن مارك بيفضل عندي ذيس از. ممكن اكتب ذيس از ارابيك اور اتس ارابيك. It is Arabic. Number four. What's that? معناه ما تلك. أنا شايفة هنا في الصورة إيه؟ ها؟ صورة تيرتل. طيب هعمل إيه؟ قال لي بشيل question word بتاعتي اللي هي what و question mark وببدأ إجابتي إما بذاتس يا إما إتس. طالما حاجة singular مفرد يا إما هبدأ بذاتس زي ما مكتوبة في الكويستشن يا إما هبدأ بإتس لو حاجة غير عاقل. بعد كده بحط إيه؟ بعد كده أكتب تيرتل. إيه لو عندي هنا consonant sound. الصوت بتاعي ساكن احط ايه تيرتل يبقى هنا اتس ايه تيرتل. الاكتيفيتيز الانشطه بتاعتي listen and complete with one word يعني هسمع واحط كلمه واحده في النقط. Is that your space وبعدين حطيت لي في الاخر question mark. Number 2 I can't find my space. Number 3 Do you like space? Question mark. Number 4. This is my space. هنا طبعا انا بسمع التيتشر بتاعتي واكتب كل word في مكانها. يلا. Number 1. Is that your parrot? Is that your parrot? يبقى هنا الword بتاعتي parrot. Number 2. I can't find my mom. Mom. خدناها معنا طبعا في الconversation. Mom. I can't find my mom. Do you like rabbits? Do you like rabbits? وحط في المكان الفاضي ده كلمة rabbits. Complete with rabbits. Rabbits. This is my lizard. This is my lizard. يبقى complete with a lizard. Lizard. Read and write true or false. Read and write true or false. يعني هنقرا بعدين نكتب صح او خطا. letter T بمعنى جمله صحيحه او letter F بمعنى الجمله خاطئه بس لازم تكون السنتنس مناسبه للبيكتشر الصوره. نمبر 1 This is a parrot. This is a parrot. طبعا الصوره مطابقه للجمله بتاعتي يبقى that's true. This is a parrot true. True. يبقى هكتب letter T عند المربع true. Number 2 it has four legs. It has four legs. يعني it has four legs. That's wrong. البارود عنده أربع أرجل. That's false. Number 3 it can fly. It can fly. يستطيع هو يستطيع أن يطير. That's true. It can fly true. Number 4 I can see a turtle. I can see a turtle. أنا شايف الصورة تيرتل. That's wrong. That's wrong أو false. I can see a turtle. Read and circle the odd one. هقرأ وهحط دايرة على الكلمة المختلفة. Number one, lizard, kitten, puppy, sister. Lizard it means سحلية. Kitten قطة صغيرة. Puppy كلب صغير. Sister.
لازم نترجم طبعا الكلمات الاول علشان نعرف نطلع the odd one. Number one, lizard, kitten, puppy, all of them are pets except ايوه except sister. يبقى the odd one معانا sister. Number two, turtle, what, where, which. Turtle, what, where, which. All of them question word except turtle سلحفاة. يبقى هنا عندي odd one بتاعتي turtle. Number three, short, fine, tall, wrong. Short, fine, tall, wrong. All of them adjective except fine, the verb. Number four, Heba, Dina, Ahmed, Nada. Heba, Dina, Ahmed, Nada. All of them names of girls except اسماء بنات except Ahmed, ما عدا Ahmed. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. Number one, what does space look like? ونخدينها في المحادثة. What does does بتاخد ايه؟ she, your, they. What does بتاعتي she, you, what your, they. What does she look like? She is space a red dress. يعني ايه red dress؟ فستان احمر. عايزه اقول هي ترتدي فستان احمر. طب ينفع اخد وير ولا wearing, wears, wore. عندي هنا verb to be is. طالما عندي verb to be is يبقى لازم الverb بتاعي plus ing. يبقى she's wearing a red dress. choose بتاعتي wearing. choose بتاعتي wearing. Number three, space the pizza to Ahmed please. the pizza to Ahmed please. يعني مفروض ان انا هقول له مرر لي البيتزا من فضلك. كنا بادئين verb نبدأ بيه ايه؟ infinitive. that's a order. an order. لا كأي ها order. كأوردر. يبقى pass the pizza to Ahmed please. Number four, I can't space my mom. أنا لا أستطيع إيه mom. ها found, find this, to find, fine. I can't after can or can't verb infinitive بدون أي إضافات. I can't find my mom. Let's complete. Choose a correct answer. Number five. Is space your mom? Yes, there she is. Those, these, they, that. هنا طبعا عندي is. Is that. يجي مفرد. يبقى لازم يجي معاه المفرد. يبقى المفرد بتاعها ايه؟ Is that your mom? Yes. Is your mom? كنا واخدينها conversation. Is that your mom? Yes, there she is. Number six, space is wrong. I can't find my mom. طيب, is wrong the question. كنا بنبدأ بإيه؟ What's wrong? What's wrong or what is wrong? يعني ماذا بك؟ I can't find my mom. Number seven, the space is slow. The space is slow. Space is slow يكون بطيء. نشوف الاختيارات. Turtle. Kitten. Rabbit. Puppy. هنا عندي الـ slow. The turtle is slow. Number eight. A space is a bird. يعني طائر. Kitten or puppy or canary or lizard. من هنا الـ bird طائر. Canary. Number nine, we can see space at the pet shop. احنا نقدر نشوف ايه في البيت شوب. Tigers, lions, elephants, kittens. Kittens. طبعا بيت شوب حيوانات أليفة. ايه اللي بقدر اشوفه؟ Kittens. 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 Number ten, a space can fly. Parrot, puppy, dog, rabbit. هنا اللي بيقدر fly يطير. Parrot. ببغي. Look and answer the question. يعني هنا هبص على الصورة وهجاوب على question الأسئلة. Number one, is it slow? الصورة اللي قدامي صورة rabbit. Is it slow?
يعني هل يكون بطيء الكلام ده؟ Yes or no. هل الأرنب بطيء؟ No. يبقى هنا هكتب no وراها كومة وببدأ بالسبجكت اللي هو eat، بعد كده is وأحط نوت في النهاية. No it isn't. No it isn't. No it isn't. Number two, what is she wearing? What is she wearing? ماذا هي ترتدي؟ ماذا هي ترتدي؟ هي لابسة إيه؟ وهكتب هي لابسة إيه؟ she's wearing she بعد كده is بعد كده plus verb plus ing wearing but she is wearing a dress. اكتب فستان a dress، يبقى she is wearing a dress. Number three, what does she look like؟ يعني ماذا تشبه او ماذا تبدو؟ كده انا هوصف الصوره اللي عندي، انا شايفه ايه في الصوره، فهنقول she is a she is tall and thin. She is tall and thin. She's يعني tall and thin. طويلة ورفيعة. Number four. Do you like lizards؟ يعني ايه لما ببدأ بدو؟ قال لي لما ببدأ بدو كهيلبنج فيرب في الكويستشن يبقى معناها هل تحب الليزرد؟ والإجابة بتكون yes or no. Yes or no. لو أنا هجاوب yes هقول yes، I do. Do you like lizard؟ والصورة اللي قدامنا فيها lizard، بالفعل yes I do. Do you like lizard؟ Yes I do. Look and write three sentences. هبص على الصورة وهكتب ثلاث جمل. طبعا الصورة اللي احنا شايفينها دي من الكونفرسيشن تايم اللي احنا خدناها. طيب أول حاجة كده أنا شايفة في الصورة ممكن أكتب جملة إيه؟ He is a boy. A boy. هو يكون ولد. كمان عندي صورة بنت يبقى هكتب جملة She is a girl. يبقى السنتنس اللي أنا هكتبها He is a boy. She is a girl. ممكن أكتب any sentence، اي جمله تكون true صحيحه. He is helping the boy. هنا عندي المان بيساعد الولد، فهنا he is helping the boy، هو يساعد الولد. or any sentence، اي جمله تكون is true صحيحه. Punctuate the following sentence، هنا علامات الترقيم، عندي punctuate بحط علامات الترقيم. نمبر 1، احنا عارفين طبعا ان بدايه اي جمله لازم يكون الحرف كابيتال، يبقى شي لازم اكتب الاس في الاول كابيتال. طب شي از او شيز لازم ناقصها ابوستروف. شي از ويرينج ا ريد دريس، هي لابسه فستان احمر. وايه تاني؟ طيب ده انا عندي كلمه اهات. طيب اهات ما فيش انت. طيب طالما حاجات كتير هي لابساها يبقى لازم احط بين كل حاجه وحاجه كوما. يبقى هنا بين ريد دريس واهات بحط كوما، يبقى ريد دريس كوما اهات. طب الحاجه الاخيره اللي انا هكتبها بكتب قبلها اند، بكتب قبلها اند شوز. طبعا انا هنا مش شايفه اي حرف هنا هيتكبر غير ذا فيرست ليتر، اول حرف اللي هو شي، الاس بتاعت شي. وفي الاخر طبعا انا بادئه بشي، يبقى دي عباره عن ايه؟ سنتنس جمله. يبقى طيب في نهايه الجمله بحط ايه؟ فول ستوب. في نهايه الجمله بحط فول ستوب. نمبر 2، واتس رونج احمد. هنا عندي البانكت ويت بتاعتي، عندي هنا الدبليو بتاعت وات متكبره اصلا اوريدي، هي كابيتال تمام، بس عندي هنا واتس، هنا الابوستروفي بتاعت الاس اللي هي بتاعت از لازم احطها، يبقى انا هحط ابوستروفي عند الاس بتاعت واتس. رونج زي ما هي والكوما محطوطه، عندي احمد ده عباره عن ايه؟ بيرسون، شخص، ناون، اسم لازم يتكبر اول حرف من اسم الشخص. الاسماء في اي مكان في الجمله لازم الحرف الاول يكون كابيتال، اي مكان جوه الجمله طالما اسامي اشخاص لازم يتكبر اول ليتر. يبقى هنا فيرست ليتر فاحمد ايه. طب انا بادئه بوات، يبقى احط في الايه؟ ذاتس ا كويستشن، يبقى في الاخر هحط كويستشن مارك. يبقى كويستشن مارك. اكسل يور سيلف، اختبر نفسك. كومبليت، وات داز سبيس لوك لايك. Number 2، she's a space a red dress.
Goodbye, grade 4.